حدثني عالم من علماء دمشق عن قصة سمعتها منه ولم أقرأها، أن إنساناً في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد يحمل الإجازة، وألقى خطبة في مسجد القرية فبكى الأب بكاءً مراً. الأب في 55، أمي لا يقرأ ولا يكتب، كل من حول الأب توهموا أنه بكى فرحاً بابنه، والحقيقة ليست كذلك، إنه بكى أسفاً على عمره الذي أمضاه جاهلاً. ركب جحشته، ما عنده غيره، وتوجه إلى القاهرة، وبقي في الطريق شهراً في 1000 كيلومتر. فلما وصل القاهرة قال: أين الأزعر؟ أي أزعر هذا؟ قال له: مكان العلم. قالوا: اسمه الأزهر. وصل إليه وتعلم القراءة والكتابة في 55، ثم تعلم القرآن ومات في 96، وما مات إلا شيخ الأزهر، ما مات إلا شيخ الأزهر. الإصرار قوة. أحد شيوخ الأزهر التحق بالأزهر فلم ينجح فترك الأزهر، جالس في بيته رأى نملة تصعد على الحائط، وقعت، أعادت الكرة، عد محاولاتها فإذا هي 43 محاولة، فاستحيا من النملة وتابع دراسته. الإصرار قوة، التوحيد قوة، العلم قوة.